مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج. يا نوير نوير هذاني هذاني وينك بو؟ تعالي تعالي. ايه محميد. ايه ايه اركب 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 محميد. ها سلام عليكم. سلام ورحمة. مالت عليهم على زوج؟ والله شيني لو ادعي لهم بالخير يا ابن الحلال. وذا ابني رقصهم يلوع السبت هذا الحش ذا يا بنت. وعشاهم والله كشي بارد وما كفى اكل. انا والله ما اكلتني الا ورق عنب. والله شرها على اللي عزمت. وشو؟ هذا وجه. ومن زين طقهم عجبين ذيك الطقاقه تلوع السبت غنت غنيتين وكل والباقي كله بايخ. يا الله يا كريم. والله ولا تشوف. اسكتي 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 انا ماني بحش بالناس. انا اقول بلا حش بلا بطيخ. اسمعني بس اسمع ذا الهرجه. أي. والعروس لو تشوفها. ايه هذه هذه سالفة زين. ايه اي تحب ذا سوالف الحريم يا تزلي للادم. ايه بس بقول لك انا لين فيني حشوشة بموت اذا ما قلتها. لا بس ذا السالفة فيني حشوشة بموت اذا ما قلتها. العروس لما جاء المعرس ودخلوا الرجال دخل عليكم. ايه دخل علينا بس انا متغطيات والله متغطيات. هم ما غير تبوسم وتمضحك بس على وجهها ورا تبوسم لما قلت الحلال يوم فرحها تحبينها زعلانة. وش ذا المرة الخفيفة عيب فضلنا ما تقعد تبوسم. أنت يوم 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 أنا عرس عليك من بيت أبوت وأنت تبوسمين. أنا عيونك سداب. والله أنا كسداب من عينك. والله عيونك تقول زنون. أصبر والله أنك قول لي لا ترى عينك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله ما في شيء نحسد عليه. أنفث بعيني. أصبر 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 بسم الله. أنت أنت السبب. بغيت أدعم من عيونك. لا إله إلا الله. عيوني والله إن عيونك أنت جعل عيونك البط الزبدة. وباخنا أكلمها أكمل هرجتي. كملي هرجتك مع ربعك ساج. لا 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 المعرس دخل وما غير مبرطم ما يضحك ما يرقص ولا ذا. ثقيل. ثقيل. لا مو ثقيل. ثقيل. أنت مغصوب عليه. والله وشفته بس مو علك. عمرك شفت رجال يتعلك؟ بس يتبوسم وأنت تقولين بث مو علك. يتبوسم ويسوي كذا. وأنت ما غير تطلعين في بث مو. إيه وشفت الكبك حق. والله يا علي كبك على كيف كيفك بس والله انا احس اللي شريتهم لا شكله الماس وشو اي والله لانهم عيلة الراهية ما شاء الله. والله انت عيونك اللي كل شيء تشوفه الماس. لا والله بس والله يعني احسهم هو فقر. شوف شوف هو عرسني لو عيلة بس احسهم عندهم ميلان وسووا قطوا نقوط على الطقاقة. يا بنت الحلال الحين انت والله يا بنت استهدي بالله استهدي بالله والله كبوا ذا الفلوس كبوا ذا القروش استهدي بالله يا بنت الحلال انت والله والله يا محميد ان في ناس ما تستاهل القروش اللي تجيها يد الحلا اللي بلا ودان. يا الله انت عرس ولدت السعداء يمن مسويه ذا البوفيه اللي ما فيه الا دجاج. دجاج؟ اي لان اللحم كان به كورونا. الله تبي الناس يوم ان تطلع من عرسك وش بتقول يوم ان انت قطعتي ذا العالم مساكين هم جايبين كل شيء. منهم اللي جايبين؟ هلا كنت عندهم منهم؟ هل العروس والمعرس وش بهم؟ كل شيء انت حاطين لك سلحهم حاطين لك دجاج وسمك اي هلا قطعتيهم قطعتهم وش تبين يقولون عنك يوم ان تحطت لهم دجاج في عرس سعدان ولدت؟ ما فهمت وش تقصد؟ يعني الناس كلها بتنقد لا انت نقدتي الناس تنقد اكيد ينقدوني تهقى؟ الواحد ما ينقد في الناس. ولا انت يوم ان تحشين في وجه المعرس وش بيقولون عن سعدان ولدت اللي شبهت؟ بيقولون هذا امه كلش امه الشينه وشو؟ الله يعين ابوه بيقول وشو؟ ايه؟ وشو؟ ايه؟ وش قلت؟ رضيتي في كلام الناس ما رضيتي ان الناس تحش صح ولا لا؟ اي عجل ما ترضين الناس تكلمين في الناس من وراء والدبره؟ الدبره ان تضفي لسانك واحترمي نفسك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم كل دبه انت شفتني يا حش قول لي اقطع وخس اقطعي وخس خلاص تم قفل الحلقه. مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج.